هو لعلنا يعني كان من المفترض أن نبدأ بهذا الأمر الحقيقة، وجزى الله أخانا منصور على هذا التذكير بارك الله فيه. أهلنا في غزة وفي فلسطين عموما يتعرضون لسموم العدو وصواريخه واغتيالاته للعدو الصهيوني الغادر الماكر، وهذا يعني ديدن اليهود. هؤلاء قوم أهل خبث لم يعاملوا أنبياءهم معاملة حسنة، فكيف سيعاملون من يعتبرونه عدوا لهم؟ هذا ديدنهم، وبالتالي من يتحدث عن صلح معهم فهو واهم، ومن يتحدث عن تطبيع معهم فهو خائن لدينه وأمته. ولعلنا ينبغي أن ندندن حول هذا الأمر، وأن نذكر أبناءنا وأصدقاءنا وأسرنا ومجتمعنا، ينبغي ألا يخلو مجلس من المجالس، مجلس علم، مجلس يعني له، مجلس مذاكرة، كل المجالس ينبغي أن نذكر فيها بقضايا الأمة عموما، وعلى رأسها قضية الأقصى، قضية أهلنا في غزة وأهلنا في الأقصى الذين يتعرضون لأصناف العذاب والاغتيالات. طالت يد الغدر أحد قادة الجهاد من أهلنا في فلسطين، والآن يمطرون أهلنا في فلسطين بأمطار من العذاب. وينبغي على كل مسلم وجوبا شرعيا أن ينصر إخوانه الذين يعني ينكل بهم العدو يعني بكل ما آتاه الله عز وجل من أنواع النصرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استطاع الشخص أن يعني يعينهم بماله يجب عليه ذلك، وإذا استطاع الشخص أن يعينهم بموقف سياسي يقف فيه وقفة جادة للضغط على هذا العدو لوقف عدوانه فيجب عليه أن يقف هذا الموقف. من يملك قلما أو يعني قناة إعلامية أو صفحة تواصل أو كذا يجب عليه أن يبصر الناس بهذه القضايا، وأن يذكر المسلمين بواجبهم نحو هذه القضايا، وأن يدعمهم وأن ينصرهم وأن يدعو لهم. لا تحرموا إخوانكم من الدعاء لهم. من استطاع أن ينظم وقفات احتجاجية يعني تعبر عن مدى تضامن أهلنا في بلدنا ليبيا مع أهلنا في فلسطين، لأن الأقصى قضية الأمة مش قضية أهل فلسطين فقط. يحاول العدو أن يحجم هذه القضية، فيعني انطلى ذلك على بعض الناس. بعض الناس يقول احنا ايش دخلنا فيهم هم في فلسطين؟ لا يا أخي الكريم، هذه ليست قضيتهم، هذه ليست قضية أهل فلسطين، إنما هي قضية الأمة كلها. هذه قضية مقدساتنا، قضية الأقصى، يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. هذه قضية أرض من أرض الأمة مغتصبة، يجب على كل المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم في استنقاذ هذه الأرض التي اغتصبها العدو. أسأل الله عز وجل أن ينتصر لإخواننا وأن ينتقم لهم وأن يهلك عدوهم.